يقول والدي يشرب الشيشة ويأمرني بعض الأحيان بتحضير الجمر، فهل إذا رفضت يعد ذلك عقوقا للوالد؟ جزاكم الله خيرا. هذه ليس من العقوق للوالد، لكن بعد المناصحة نصفه بأن هذا ضار وأنه حرام وأنه أمر لا يجوز، وأن مساعدتك له تكون مساعدة على المعصية، والمساعدة على المعصية لا تجوز. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب المناصحة له وبيان أن هذا أمر لا يجوز له هو، ولا يجوز لك أنت أن تعينه على هذه المعصية. نعم.